2023 زيها زي 2021 زيها زي 2020 زيها زي 2019، ويجي عام جديد وتمر الدنيا كلها ومش هيفضل منها غير بصمتنا اللي احنا سايبينها فيها. فنحرص ان احنا نسيب احسن بصمة كل ما حد يفتكرنا يدعينا، واذا ما دعلناش ما يدعش علينا. كل عام جديد او مرحلة جديدة من حياة الانسان وعمر الانسان هو بداية جديدة للتغيير للافضل اكيد مش للأسوأ. حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد من فيديوهاتي هنموت، فيديوهات رأيكم يهمني لاني بحبكم وبحب اتشارك معاكم الاراء واحب اعرف رأيكم في اي حاجة انا بطرحها على قناتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عام مشي وعام جديد جاي، هنتناول النهاردة بطريقة لطيفة جدا جدا جدا، عبارة عن سؤال وجواب. أول سؤال هو هل أنت كنت راضي عن نفسك في 2023؟ الإجابة طول ما ربنا راضي عني والحمد لله رب العالمين، يعني أحطني بكل النعم دي الحمد لله رب العالمين، فأنا مبسوطة وراضية طول ما ربنا راضي عني. حققتي اللي كنت تتمنيه في 2023؟ الحمد لله رب العالمين. الإجابة الحمد لله رب العالمين. حققت اللي أنا نفسي كنت حققه، أو يعني حتى تارجت إن أنا مثلا عايزة أوصله، فإذا وصلت حتى يعني قرب التارجت ده، مش لازم أكون حققته كامل يعني كاملا، فربنا يدينا الصحة والعمر ونحقق اللي نفسنا فيه في العام الجديد إن شاء الله وفي أيامنا الجاية. ده كان عام مليان حاجات وحشة وكله يا ساتر يا رب، ده ان شاء الله بإذن الله العام الجاي هيكون احسن من كده بكتير. مع كده في حاجة اسمها ان احنا طول ما احنا بنعمل اللي علينا ومعانا ربنا سبحانه وتعالى، كل اللي احنا بنعمله ان شاء الله هو حلو وخير، ده بيبقى حاجة ربنا كاتبها سبحانه وتعالى عنده، واحنا بس ما علينا ان احنا ناخد بالاسباب ونتوكل عليه ونجتهد ونعمل اللي علينا وكل حاجة من عند ربنا حلوة. لكن كون ان احنا مجرد ان عام جديد جاي في حياتنا فنلعن، ويعني مش عايزة اقول نسب عشان حرام، كل اللي فات او يعني ايامنا اللي فاتت ده اولا حرام، ثانيا دي ايام ربنا، يعني دي كلها ايام ربنا واقدار ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انتوا بتعملوا اللي عليكم وطول ما انتوا بتتقوا الله في عملكم وفي حياتكم ومع ناسكم اللي انتوا عايشين معاهم واللي بتتواصلوا معاهم سواء في البيت او في الشغل او حتى في الشارع، فتأكدوا انه كله خير والحمد لله رب العالمين. انا دايما متقبلة اي حاجة طول ما انا قريبة من ربنا. اول ما بحس ان انا او اول ما ببعد عن ربنا والعياذ بالله، يعني ساعات الواحد بيحصل له عملية فتور، او يعني ما احناش انبياء او ملائكة، فاول ما بيحصل عملية فتور انا مبقاش راجع عن حاجات كتير قوي قوي في حياتي. اول ما ببعد، عشان كده اول حاجة تعملوها اول ما تصحوا من النوم انكم تقربوا من ربنا. قربنا من ربنا سبحانه وتعالى، نعمل بقى كل اللي علينا ونسيب نتوكل على الله، مش نتواكل، نتوكل على الله، نعمل اللي علينا وسبحانه وتعالى هيكلل مجهودنا بالنجاح ان شاء الله. طيب انت خسرتي ناس في السنة اللي فاتت، خسرت ناس رحلوا، يعني رحلوا عن حياتي، لكن بالمعنى بقى اللي هو اتخدعت، والبوستات اللي هي دايما مليئه بالطاقه السلبيه ويعني ما بفضلهاش، لان مفيش حد بيتخدع، هو كل انسان انت مش لسه انت عارفاه، فلما بتعرفيه بتخسريه او بتكتسبيه. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله انا عندي حاسه كده اما باجي يعني اقرب من، عموما انا اصدقائي يعني او الاشخاص المقربين ليا هم اوريدي مقربين، يعني مش لسه بجيب حد جديد يعني اقربه لحياتي فبعمل له تيست وبتاع اختبار، يعني لا، انا كل المقربين ليا هم اوريدي مقربين،
فالحمد لله رب العالمين، انا ما خافش ظني في اي حد، الحمد لله والشكر لله. اي نظره كنت حطها في حد طلعت مظبوطه وطلعت صحيحه، وما اتخدعتش وما شغلتش بوستات النواح. ساعات الانسان بقول لكم لما بيبعد عن ربنا بيحصل له فتره فتور، فالفتره دي بتحسي بقى ايه شيطان بقى، يعني الشياطين كلها تتكالب عليك، فانت بتحسي ان ايه، او انت بتحسي ان الدنيا كلها خادعه، الدنيا كلها ماكره، الدنيا كلها خانتك. اول ما تقرب من ربنا انت بتحسش بالحاجات دي، لان انت بتشوف سبحانه وتعالى يعني بيورينا الطريق الصح، وبيحسسنا ان الانسان ده يعني مظبوط ولا خادع من اولها. فالحمد لله رب العالمين، انا ما خسرتش حد بالمعنى اللي هو اللي بنقعد ننوح عليه في بوستاتنا دايما، خصوصا على الفيسبوك. بتسمعي للمحبطين اللي لما تيجي تعملي حاجه، خصوصا القناه لان هي دي الحاجه الوحيده الجديده في حياتي، لا ما سمعت لهمش، بل بالعكس. عايزه اقول لكم ان انا كنت بتحدى اي حد يحبطني، يعني كنت بتحدى بمعنى التحدي اللي هو لا انا لازم اثبت ان انا صح، انا لازم اثبت ان انا، لان انا عندي يا جماعه لما تيجوا تحبوا حاجه بتحطوا فيها كل الانرجي اللي عندكم، كل الطاقه اللي عندكم، لانها بحب. عشان كده بقول لكم لو مش هتحبوا القناه، اي كرييتور او اي ناشئ محتوى، لو مش حابب المجال اللي انت فيه اللي انت داخله القناة دي، لو ما عندكش محتوى وعندك حاجة رغبة كده جامحة ان انت تعملها في القناة دي وتقدم حاجة جميلة لذيذة شيقة ممتعة مفيدة، فما تعملهاش. فانا الحمد لله اي حد حبطني انا خدتها تحدي، وانا طول عمري عندي الحتة دي الحمد لله رب العالمين، باخد تحدي وفضل الله سبحانه وتعالى بكسبه. ناس جديدة دخلوا في حياتي في 2023، طبعا مرات ابني، بحبك يا حبيبتي. كرهتي حد في 2023؟ الحمد لله رب العالمين، انا ما بكرهش حد، انا ما بعرفش اكره، انا اللي بيضايقني او اللي بحس ان هو مش متوافقه معاه، معادي يا جماعه، مش شرط اللي انا مش متوافقه معاه يبقى مش عارفه ايه ونشغل النواح والشجن، بيبقى فيه كيمياء بين انسان وانسان، فده بنرتاح له، بنبقى اصدقاء وبنبقى مقربين من بعض، وفي ناس تانية بنبقى مفيش كيمياء بيننا، فيلا مع السلامة، اركن على جنب. لكن كره لا، والعياذ بالله، انا ما بكرهش حد الا في ديني، يعني يكون يعني ضد ديني، زي اللي بيحصل مثلا دلوقتي. فالكره لله والغضب في الله فقط لا غير، والحب كمان في الله. نفسي احقق ايه في 2024؟ ان عشنا وكلنا عمر، اللهم بلغنا رمضان اعواما عديده لا فاقدين ولا مفقودين، اني اكتر من قراءه القران الكريم، اكتر من كده ان شاء الله باذن الله، واتمنى اتمنى اتمنى ان يعني حته حته احفظها، اتمنى يا رب، اللهم امين. اتمنى اروح عمره تاني ان شاء الله، اروح عمره باذن الله ان شاء الله، يعني الحج اتمنى على الله، اتمنى على الله ان اطلع حج يا رب. امنياتي كتيره قوي، اتمنى اشوف ذريه صالحه لابني، اتمنى اشوف ولادي احسن ناس في الدنيا يا رب من وجهه نظري، او اللي يرضيني، او اللي يفرح قلبي، او اللي يسعدني. اتمنى كل الناس تبقى سعداء ومبسوطه، اتمنى ما يحرمنيش من حبايبي واخواتي ومن اهلي وناسي، اللهم امين. حاجات صعبه بس اتمنى يا رب اني ما يدخلش الحزن علينا، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض ويفرح قلب كل ام باولادها، واتمنى يا رب النصر لاخواتنا، واتمنى يا رب ينتقم من الظالم، اللهم امين يا رب العالمين. وما تخافوش، ده ثقه في الله ويقين ان ان شاء الله باذن الله منصورين منصورين باذن واحد احد ان شاء الله، ده ثقه في الله سبحانه وتعالى، مهما ايدوا علينا او مهما تكتروا علينا، يعني مهما جم علينا حتى في ان احنا نعبر عن راينا، باذن الله ان شاء الله مش هيحصل غير اللي ربنا قاله، وده يقين في الله. اتمنى ما تحرمش من صحباتي ابدا، صديقاتي حبايبي، يعني عايزه اقول اساميهم
لكن كل اللي بحبهم في الله بحبكم قوي قوي قوي، وهم عارفين نفسهم كويس قوي، ما تحرمش منكم يا رب. وقفوا جنبي في احلى لحظه في حياتي، زي ما كنا متعودين ايام الكليه وايام الدراسه ان احنا نقف مع بعض، حتى اللي بعد الدراسه صاحبتي وحبيبتي اتعرفت عليها من العمل الوقت البسيط اللي عملت فيه. بحبكم قوي قوي، وقفوا جنبي، انا بموت فيكم، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. وبتمنى ربنا يرحم ويعفو عن صديقتي حبيبتي اللي توفت الى الله، ان شاء الله باذن الله كلنا نتجمع تحت عرش الرحمن، اللهم امين يا رب العالمين. بتمنى لاخواتي الصحه والعافيه، بتمنى لاخوات جوزي الصحه والعافيه، بتمنى للدنيا كلها السلام والمحبه، بتمنى العالم ان ما يبقاش اعور، يعني ايه بيشوف بعين وعين، يقول حاجة هنا وهنا عكسها تماما، حاجات مستفزة، لكن اللي بيصبرنا يقيننا بالله سبحانه وتعالى، واللي احنا بنشوفه وبيفرح قلوبنا ويقيننا بالله سبحانه وتعالى مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرة ان شاء الله. واخر امنية بتمناها ان قناتي تكبر تكبر تكبر، وطبعا بفضل الله ثم فضلكم، ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا. بحبكم جدا جدا، وانا عارفه ان انتوا بتحبوني، الحمد لله رب العالمين. يا رب يزيد الود والحب بيننا، اللهم امين يا رب العالمين، والقبول اللهم امين. انتوا كمان شاركوني امنياتكم في العام الجديد. واخيرا كل عام واحنا معتزين بديننا الحمد لله رب العالمين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات رايكم يهمني. ده كان فيديو كده لطيف خفيف بشارككم الانتقال من 2023 ل 2024. يا رب ان شاء الله تكون ايامكم كلها جميله، ايامكم كلها سعيده، ايامكم كلها فرح وحب. صفوا نفوسكم ونقوا نواياكم و قربوا من ربنا جدا جدا، هتلاقوا الدنيا دي ما تستاهلش، مش هقول لكم هتبقوا فرحانين لا، ما تستاهلش اللي احنا بنعمله فيها وعلشانها. خلوا كل افعالكم لله سبحانه وتعالى حرفيا، مش معناها ان انا ابقى متزمته او لا، يعني ايه يعني كل حاجاتكم بتبقى بنيه انها لله سبحانه وتعالى، حب في الله، حتى الغضب في الله. ونستعين بالله سبحانه وتعالى عشان نقضي حوائجنا في الدنيا لحد ما نلقاه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو ما يتوفناش الا وهو راضي عنا، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير ان شاء الله في 2024. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي.